الرد على فيديوهات اليهود اتهموا العذراء بأنها زانية. الجزء الأولاني المختص بإنجيل يوحنا 8:41، والجزء الثاني هيبقى اللي بيجيبوا تفسيرات آبائية، يجيب لك سطر من كتاب أو ثواني من فيديو أحد الآباء بيشرح ويقول لك أهو أهو اعترفوا إن فعلا اليهود اتهموا العذراء إن هي زانية، يبقى أنتوا بتعترضوا على القرآن ليه لما قال القصة بتاعت خرافة مريم بنت عمران القرآنية. فهقدم شبهة بالرد عليها من جزئين، ولكن في البداية أحب أوضح شيء مهم. خلي بالكم، المشككين يعتمدوا على أسلوب الخداع وكالعادة خاصة للبسطاء. ليه؟ اليهود لم يدعوا ولم يقولوا هذا لا في ميلاد الرب يسوع المسيح ولا بعد صعوده في القرن الأول ولا في التلمود. لكن هل المشككين من ادعاء، حتى لو نتماشى جدلا، إن اليهود اتهموا العذراء بأنها زانية، هو ده اللي هم المستميتين فيه؟ هو ده هيثبت إن قرآنهم صحيح وإلههم ورسولهم ما نقلوش من كتابات خاطئة في العصور المتأخرة زي الخامس والسادس الميلاد اللي كان بيسرق منها رسول الإسلام كالعادة؟ الإجابة لا، بل اللي يدقق هيلاقي المشككين المسلمين بيخالفوا قرآنهم في أثناء الهجوم على الإيمان المسيحي في النقطة دي. يعني هم عارفين إن القرآن ادعى شيء، وأقدر أقول بين قوسين كذبا، وقالوا بطريقة خرافية، فيحاولوا يثبتوه بالكذب على المسيحية بأي طريقة. فالنقطة المحورية اللي ركزوا فيها باستمرار، قرآنهم ما قالش اليهود ادعوا ذلك فيما بعد بفترة طويلة أثناء خدمة الرب يسوع المسيح، ولا حتى بعد صلبه، ولا طبعا بعد ميلاده. القرآن قال إن اليهود اتهموا العذراء أثناء الحمل المقدس وأول ما ولدت المسيح الطفل الصغير حديث الولادة بعد ما هزت جذع النخلة. القرآن قال إن اليهود اتهامهم كان موجه لمريم بنت عمران نفسها، لا المسيح في كبره ولا بعد صعوده. نقطة واضحة، ودي سقطة خطيرة من سقطات إله الإسلام الكبرى الكثيرة في قرآن. بمعنى يعني لو حتماشى جدلا بأن اليهود اتهموا المسيح بعد ميلاده ب30 سنة، ولا التلمود، وكل الكلام ده غير صحيح وهندرسه النهاردة، زي ما بيدعوا المسلمين في إنجيل يوحنا إصحاح 8، أو بعد 50 سنة بعد ما إنجيل متى قال إن هو ولد من عذراء، أو ب200 سنة زي ما بيدعوا المسلمين في التلمود أو أكتر بكتير إن هو ليس ابن العذراء تحقيق لنبوة أشعياء بوضوح. الكلام ده كله غير صحيح وبيترد عليه، لكن المهم جدا حتى مع كل هذه الادعاءات الخطأ، ده لا يبرر القرآن، ويستمر القرآن خرافة. اللي ادعى إن اتهام اليهود للعذراء حصل وقت الحمل والميلاد بعد هز جذع الشجرة، الموضوع ده أصله عجبني شوية. فكل اللي بيستشهدوا بيه لا يوجد فيه اتهام واحد وقت الحمل زي ما قال القرآن. فلذلك السؤال، هل يوجد عند إله الإسلام ورسوله والمسلمين قديما وحاليا أي دليل ليس إسلامي أن اليهود اتهموا العذراء وقت الحمل المقدس أو أول مولدة المسيح؟ لو عندهم يقدموا الدليل، لو ما عندهمش دليل فانكشف الخطأ الواقع في إله الإسلام في قرآنه ورسولهم بسرقته من كتابات منحولة ظهرت متأخرة. كل محاولاتهم باتهامه في الكبر ليس لها فائدة، ومش هتعرف القرآن من الكارثة اللي وقع فيها. نقطة واضحة، يعني في كل دليل بيقدمه المشككين ركزوا جدلا الاتهام ده أو الادعاء ده وقت الحمل المقدس ولا بعده بسنين طويلة. لو أثناء الحمل يبقى كده القرآن مش لوحده اللي قال الكلام ده، لو بعده بسنين طويلة يبقى برضه محاولة فاشلة كعادة المشككين. ليه؟ محاولة لإنقاذ القرآن اللي ثبت بالفعل أنه هو خطأ وأسطوري. فأقدم مثال من اللي بيقولوه بيكرروه المسلمين قديما وحديثا وغيرهم، ويا ما ترد عليه وينقلوا عن بعض لأن أمرت اقرأ لا تقرأ، هو كل الموضوع بس زي ألفوا شبهات
وما عندهمش شبهات جديدة فنكررها، فيقولوا التالي: اليهود حقا على صفحات الإنجيل اتهموا المسيح بأنه ابن زنا. الكلام ده كذب، وحتى لو كان لا يعفي القرآن، القرآن ما قالش إن اليهود اتهموا المسيح، قال اليهود اتهموا العذراء وقت الحمل. فيقولوا التالي: إنجيل يوحنا إصحاح 8 عدد 40 و41: لكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني، وأنا إنسان قد كلمتكم بالحق الذي سمعوا من الله، هذا لم يعملوا إبراهيم. عدد 41 اللي بيدور حوالي الموضوع: أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له: أننا لم نولد من زنا، لنا أب واحد هو الله. فيقولوا المشككين، يقول لك أننا لم نولد من زنا، يعني بيتهموه أنه هو جاي من زنا. فين الكلام ده؟ أين هذا الاتهام المزعوم؟ الكلام ده غير موجود في العدد بالمرة. الموقف ده موقف دفاع لليهود، بيدافعوا عن نفسهم لما قال لهم ان انتوا ابناء ابليس، فقالوا له احنا مش ابناء زنا، مش ابناء ابليس، الزنا الروحي، نعم نتبع تعليم ابليس الوثنية الشيطانية. ده الموقف اللي بيقولوه. فده العداد، نقرأ مع بعض سياق العداد، مش يخطفوا عدد 41 من النص ويجروا كعادتهم. إنجيل يوحنا 8 عدد 32، ناخد الأعداد نقراها مع بعض، بعد كده نفسرها مع بعض. تعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوه: أننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط. أنا بيتكلم على التحرير. كيف تقول أنت أنكم تصيرون أحرارا؟ أجاه بيسوع: الحق الحق أقول لكم أن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الإبن فيبقى إلى الأبد. فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم، لكنكم تطلبون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم. أجابوا وقالوا له: أبونا هو إبراهيم. قال لهم يسوع: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني، وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هذا لم يعمله إبراهيم. أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له: أننا لم نولد من زنا، لنا أب واحد وهو الله. بعد الأول ما كان بيقول أبونا إبراهيم، فهموا أنه بيتكلم على بنوتهم لإبليس، فقالوا لهم الله هو أبونا. فقال لهم يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من قبل الله وأتيت، لأني لم آتي من نفسي بل ذاك أرسلني. لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي. أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق، لأن ليس فيه حق. ما تتكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأبو الكذب. وأما أنا فلأني أقول الحق لستم تؤمنون بي. من منكم يبكتني على خطية؟ فإن كنت أقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله، لذلك أنتم لستم تسمعون لأنكم لستم من الله. فأجاب اليهود وقالوا له: ألسنا نقول حسنا أنك سامري وبك شيطان؟ أجاب يسوع: أنا ليس بي شيطان، لكني أكرم أبي وأنتم تهينونني. أنا لست أطلب مجدي، يوجد من يطلب ويدين. الحق الحق أقول لكم، إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. فقال له اليهود: الآن علمنا أن بك شيطانا، قد مات إبراهيم والأنبياء، وأنت تقول إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يذوق الموت إلى الأبد. كلام كله عن النبوة، عن البنوة لله ولا الإبليس. المسيح بيقول لهم أنت أبناء إبليس، بيقول لا ده احنا أبناء الله وأبناء إبراهيم. لا انتم مش ابناء ابراهيم ومش ابناء ربنا، لا انتم بتعملوا، ما بتعملوش اعمال ابراهيم، بتعملوا اعمال ابليس. ولا فيها سير عن زنا جسدي ولا غيره، ولا قالوا له انت ابن زنا ولا الكلام ده خالص. فالرب يسوع اتهم اليهود ان هم مش ابناء الله، وشرح انه يقصد ان هم من ابناء ابليس ليه؟ من اعمالهم. ده معروف في الفكر اليهودي من العهد القديم بانه الزنا الروحي، بمعنى العبادات الشيطانيه الوثنيه.
سفر الخروج 34:16، وتأخذ من بناتهم لبنيك فتزني بناتهم وراء آلهتهم، آلهتهن يعني الزنا الروحي، ويجعل بنيك يزنون وراء آلهتهن، الزنا الروحي. سفر اللاويين 20:6، والنفس التي تلتفت إلى الجان وإلى التوابع للتزني وراءهم أجعل وجهي ضد تلك النفس وأقطعها من شعبها. سفر القضاة 2:17، بل زنوا وراء آلهة أخرى وسجدوا لها. ده الزنا الروحي اللي بيتكلم عنه الكتاب. سفر قضاة 8:33، وكان بعد موت جدعون أن بني إسرائيل رجعوا وزنوا وراء البعليم. سفر أخبار الأيام الأول 5:25، وخانوا إله أبائهم وزنوا وراء آلهة شعوب الأرض. كل واحد جاب له تمثال واتشقى معاه؟ لا. السفر المزامير 73:27، لأن هو ذا البعداء عنك يبيدون، تهلك كل من يزني عنك باتباعه الآلهة الغريبة. هوشع 1:2، لأن الأرض قد زنت زنا تارك الرب. هوشع 4، لأن روح الزنا قد أضلهم فزنوا من تحت إلههم. وحتى التشبيه ده استخدم في العهد الجديد زي محبة العالم في معلمنا يعقوب 4:4، أيها الزنا والزواني أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله. فكلام الرب يسوع المسيح معاهم ان هم ليسوا ابناء الله بل ابناء ابليس، لان عملهم تشهد بذلك. رد عليه وقالوا له لا، احنا مش ابناء زنا، مش ابناء ابليس، بل احنا ابناء الله. فحتى في العدد المستشهد به بيقولوا له لسنا ابناء زنا بل ابناء الله. مالوش لا احنا مش ابناء زنا بل انت ابن زنا، ومالوش احنا ابناء زنا بل ابناء ابائنا الجسديين. لا، الكلام عن البنوة لله ام الزنا الروحي لإبليس، وراء إبليس. لأن لو الرب يسوع المسيح بيتهمهم بالزنا الجسدي لكانوا دافعوا أن هم عارفين أبائهم الجسديين جيدا، لكن الكلام عن بنوتهم لله لأنه بيتهمهم ليهم بأنهم أبناء شيطان اللي هو الزنا الروحي. وعشان كده لما قدم لهم دليل أن هم فعلا أبناء الشيطان بسبب أعمالهم ليسوا أبناء الله، اتهموه أن هو ابن زنا. لا، اتهموه بأنه سامري وبه الشيطان، يعني ردوا عليه التهمة. وبالطبع الرب يسوع المسيح لا هو سامري ولا هو به شيطان، فدي تهمة جزافية خاطئة. حتى عندما اتهموه لم يقولوا يعني، بل اتهموه بنفس الاتهام أنه هو ابن الشيطان، اللي هي نفس أسلوب الشيطان يرد نفس الاتهام. فالحوار واضح تماما أنه يدور حول البنوة لله والزنا بترك الله واتباع الشيطان. لا علاقة له بالزنا الجسدي لا من قريب ولا من بعيد. الأعداد بتعليق سريع عشان أأكد أكتر. إنجيل يوحنا 8، تعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوا أننا ذرية إبراهيم لن نستعبد لأحد قط. كيف تقول أنت أنكم تصيرون أحرارا؟ لم أعلن لهم أن هم من عبيد ويحتاجوا المسيح الحق الحقيقي أن هو يحررهم. اعترض اليهود قالوا له إحنا عبيد إيه؟ إحنا مش عبيد، إحنا ابناء إبراهيم حرار، مش زي العبيد الوثنيين اللي مستعبدين للأفكار الوثنية. هم أول من بدأ يذكر البنوة مش الرب يسوع المسيح، لما قال لهم الحق يحرركم قالوا له احنا أحرار ابناء إبراهيم مش عبيد للخطية مثل الأمميين. أجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم أن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية. هو بيوضح لهم العبودية اللي يقصدها عبودية الخطية لأنهم بيفعلوا خطايا، العبودية لإبليس لأنهم بيصنعوا خطايا. والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الإبن فيبقى إلى الأبد. من يصبح عبد للخطية ما يقعدش في بيت ربنا. فهنا بداية اتهام الرب يسوع المسيح ليهم أنهم أبناء إبليس. فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. عشان كده هم محتاجين للمسيح ابن الله الحقيقي عشان يحررهم من عبودية الخطية. فالكلام كله عن العبودية للخطية. أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم، أيوة بالميلاد أنتم أبناء إبراهيم، لكن بالأعمال أنتم أبناء الشيطان، لكنكم تطلبون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم. البنوة لإبراهيم يعني أنتم مش أمميين زي بقية الشعوب الكنعانية، ولا مؤابيين ولا عمونيين ولا فلسطينيين ولا غيره. لكن المسيح بيوضح أنهم من عارف أنهم من أبناء إبراهيم ولكن بالأعمال، لا مش أبناء إبراهيم، أبناء الشيطان. ليه؟ لأنهم ما بيقبلوش كلام الرب يسوع المسيح. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي
وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم، اللي هو الشيطان. هنا الله، هنا الشيطان. هنا بدأ يتكلم على بنوتهم للشيطان بدليل أعمالهم، عن طريق إعلان أنه من عند الآب إلهيم، اللي بيدعوا أنهم من ينتموا له، لكن أفعالهم تخالف ذلك وتثبت أنهم أبناء للشيطان. أجابوا وقالوا له: أبونا هو إبراهيم. قال لهم يسوع: لو كنتم أبناء إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. هنا بيوضح لهم: أيوة، أنتم نسل إبراهيم، لكن أنتم مش أبناء إبراهيم، لأن أنتم ما بتعملوش أعماله الإيمانية، أنتم أبناء الشيطان. ليه؟ لو كانوا أبناء إبراهيم بالأعمال، إبراهيم كان بيعبد ربنا الحقيقي وما بيعملش الأعمال الشريرة بتاعته. فرد عليهم ووضح أنه بيتكلم على البنوة الأفعال، عشان كده قال: من يفعل خطية هو عبد للخطية. يكمل في عدد 40: ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني، وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعوا من الله، هذا لم يعمله إبراهيم. قدم لهم دليل واضح بيدور في ذهنكم: نفسكم تقتلوني. فيقول لهم: إبراهيم عمره ما يفكر يقتل حد عشان بس بيتكلم كلام صالح، لكنهم ليسوا أولاد إبراهيم بالأفعال. ليه؟ لأنهم بيفكروا في قتله لأنهم أبناء للشيطان. أنتم تعملون أعمال أبيكم اللي هو الشيطان. فقالوا له: أننا لم نولد من زنا، لنا أب واحد وهو الله. كلام كله عن الأفعال اللي تجعل البشر أبناء الشيطان. هي دي الآية اللي بيستشهدوا بيها، والآية ضدهم تماما. اتهمهم إن هم من عايزين يقتلوه، فبيفعلوا أفعال أبيهم القتال. القتال ده من اسم الشيطان زي ما قال الإصحاح. فردوا على التهمة: لا، احنا مش أبناء الشيطان، يعني ليسوا أولاد زنا اللي هو الزنا الروحي، نتركوا الرب أو الله وصاروا وراء الشيطان، زي ما قدمت أدلة بعدات كثيرة من العهد القديم على هذا المعنى، وأيضا بتعبير أنهم لم يولدوا من زنا روحي. فلهذا أبوهم هو الله، بيقولوا له: احنا مش أبناء الشيطان لكن أبناء ربنا. فزي ما قلت في العدد، لو دفعهم كانوا عايزين يقصدوا زي ما بيدعوا المشككين كذبا، عايزين يلمحوا، لا طبعا، كانوا قالوا له: احنا لسنا أبناء زنا، احنا عارفين أبائنا الجسديين كويس قوي، أحسن منك، أو أي تعبير زي كده. ما قالوش الكلام ده، واضح من ردهم، قالوا: احنا أبناء الله. فقال لهم يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني. بيقدم لهم دليل: لأني خرجت من قبل الله وأتيت، لأني لم آتي من نفسي بل ذلك أرسلني. والليل يشهد أن هو فعلا أتى من قبل الله، المعجزات اللي بيعملها وسطيهم ومش راضين يؤمنوا، بل بيفكروا يقتلوه. فرد الرب يسوع المسيح يؤكد ده أيضا، أن هم ليسوا أبناء الله، ويقدم لهم دليل أن هم من أبناء الشيطان لأنهم مش بيقبلوه، لأنه خرج من قبل الله وبيعمل معجزات تؤكد هذا، وبيقول كلام فعلا يؤيد النعمة اللي موجودة فيه. لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي، أنتم من أب هو إبليس. هذه كل التهمة اللي بيدور حوليها هذا المقطع: وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا، ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق، لأن ليس فيه حق، ما تتكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأب الكذب. هنا يأكد أكتر وأكتر إن الكلام عن البنوة لإبليس هو ده المقصود فيها الحوار. عشان كده الرب يسوع المسيح بيعلن ويكرر إن عايز الشيطان عايز يقتل، ومن يريد أن يقتل واحد بريء فهو ابن للشيطان. اللي بيكذب على إنسان فهو ابن للشيطان، لأن الشيطان قتل الناس منذ البدء وكذاب وأبو الكذب. فهم بتفكيرهم إن هم عايزين يقتلوه عشان بيعمل معجزات، ده إثبات واضح إن هم فعلا أبناء الشيطان مش أبناء الله. وبكذبهم الآن عليه فعلا بيتأمروا عايزين يقتلوه، يقولوا له: لا، احنا مش عايزين. ده إثبات آخر لأنهم أبناء الشيطان. أما أنا فلأني أقول الحق لستم تؤمنون بي. الله الظاهر في الجسد لا هو بيقتل ولا بيكذب، بل بيقول حق وبيعمل معجزات كثيرة جدا وسطهم، ورغم كده مش عايزين يؤمنوا بي. فالعدد ده إعلان لاهوت للرب يسوع المسيح، وأيضا يوضح سياق الكلام كله عن البنوة للشيطان، وهو ده المقصود به الزنا الروحي. ويقول لهم العدد المهم جدا،
من منكم يبكتني على خطية؟ فإن كنت أقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي؟ يقدم لهم دليل تاني آخر، هل شهد عليه حد بأنه فعل خطية؟ فليه عايزين يقتلوه؟ وليه مش راضين يؤمنوا بيه؟ كون إن هو لم يفعل خطية ورغم ده لا يؤمنوا بيه بل يتفكروا في قتله، فهم فعلا أبناء الشيطان. هل شافوا حد قتل شخص أو سمعوا حد يكذب؟ العدد ده كمان لو كان فعلا يوجد شبه، أي شبهة زنا من اللي بيدعيها المشككين كذبا، ده كان وقتها الآن يقول لهم من منكم بكت على خطية، تعالى ده أمك كذا وإنت كذا وأصلك، ما قالوش الكلام ده خالص. مع ملاحظة أن الكلام ده يأتي في نفس الإصحاح اللي حاول فيه اليهود رجم المرأة الزانية والمسيح وبخهم على خطاياهم، ولا واحد فيهم قدروا يوبخوا على خطية واحدة. ويكمل ويقول الذي من الله يسمع كلام الله، لذلك أنتم لستم تسمعون لأنكم لستم من الله. بيقول لهم كلامي من عند ربنا، والكلام اللي أنا بقوله ده كلام الله لأنه هو الله الظاهر في الجسد، والأعمال اللي بعملها والمعجزات اللي بعملها تؤكد هذا الأمر، وأنتم مش بتسمعوا لي لأنكم لستم من الله، عشان كده مش قادرين تسمعوا كلام الله. سياق الكلام واضح وأنه مستمر عن البنوة للشيطان والمقصود به في دفاعهم على الزنا الروحي. فأجاب اليهود قالوا له ألسنا نقول حسنا أنك سامري وبك شيطان؟ رغم الكلام اللي بيقوله من عند ربنا، ورغم أن أعماله تؤكد هذا بالمعجزات اللي ما يقدروش يعملوا واحدة منها، فردوا على اتهامه لما بيقول لهم أنتوا أبناء الشيطان، قالوا له لا ده أنت لابن الشيطان. الموضوع لو في أي سيرة زنا جسدي كان يقولوا له لا ده انت كذا، لكن ده كلام ده ما حصلش. فردوا على اتهامه ليهم بانهم ابناء الشيطان بالهجوم عليه بنفس الطريقه، قالوا له لا ده انت السامري، يعني مرفوض زي السامريين، والسامريين يعتبروا زنا روحيا مش بالمعنى الحرفي لكن بالمعنى الروحي، لانهم اتبعوا الوثنيين وتركوا عباده الاله الحقيقي، واتهموه انه هو بيه شيطان زي ما قال لهم، يعني ردوا عليه بنفس التهمة اللي اتهمهم بيها. هو قال لهم انتوا ابناء الشيطان وقدم لهم أدلة، فقالوا له لا ده انت الابن الشيطان. ردوا عليه بنفس التهمة بنفس الاسلوب الشيطان المعتاد، انتوا عارفين الشيطان بيعمل نفس الاسلوب ودايما اتباعه يعملوا نفس الاسلوب، يلهيك واللي فيه يجيبه فيك. للأسف المثل ده بيتقال بطريقة خطأ جدا في مصر، لكن هو دايما ده في اسلوب الشيطان فعلا. الشيطان يحاول يشغلك بأي طريقة، واللي هو بيخلي أتباعه يعملوه، يخلي أتباعه يكذبوا يتهمك أنت بالكذب، يخلي أتباعه يخالفوا الحرية ويتهمك أن أنت ضد الحرية، يخلي أتباعه منتهى التعصب الشيطاني ويتهمك أن أنت المتعصب. دايما الشيطان يعمل كده. لو فعلا كان هناك أي شبهة زنا كان ده مكانها يتقال أيضا، لكن ردهم يقطع بين الكلام عن النبوة للشيطان بمعنى الزنا الروحي. أجاب يسوع أنا ليس بي شيطان لكني أكرم أبي وأنتم تهينونني. ده يأكد أكتر أن التهمة المتبادلة، قال لهم أنتم أبناء الشيطان وقدم لهم أدلة، فردوا التهمة عليه بنفس أسلوب الشيطان، فقال لهم لا أنا مش ابن الشيطان لكن أكرم أبي بالأقوال والأعمال وأنتم تهينونني. ده يؤكد أكتر أن التهمة المتبادلة كانت بنوع عن الشيطان، فالرب يسوع المسيح دافع عن نفسه وأنه ليس به شيطان وقدم دليل من أقواله وأفعاله اللي تكرم الآب. أنا لست أطلب مجدي، يوجد من يطلب ويدين. الحق الحق أقول لكم إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. فقالوا له اليهود الآن علمنا أنك بك شيطان، الآن علمنا، ما أنت كنت من شوية بتقولوا له بك شيطان، قد مات إبراهيم والأنبياء وأنت تقول إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يزوق الموت إلى الأبد. لعبوا بكلامه وفسروه غلط، نفس الاسلوب الشيطاني. فمرارا وتكرارا الاتهامات المتبادلة كلها عن البنوة للشيطان. اذا اعتقد سياق الكلام واضح تماما مش محتاج تأويل، وطبعا المفسرين المسيحيين اغلبهم قال الكلام ده. خمس انطونيوس فكري هم يدعون هنا انهم اولاد الله، لو كانوا حقا اولاد الله لعرفوا المسيح ولكانت اعمالهم اعمال خير ومحبة،
أبناء زنا. التعبير ده معناه إيه لما بيقولوا إحنا لسنا أبناء زنا؟ أي لم نختلط دماءنا بالوثنيين، فاختلاط بهم يسمونه زنا، وعبادة الأوثان زنا روحي. وهم يدعون كذبا أنهم لم يعبدوا الأوثان، فالأنبياء اتهموهم بهذه التهمة. أبونا متى المسكين يقول نفس الأمر، قالوا له أننا لم نولد من زنا. إيه المقصود بيها؟ في لما بيقولوا أننا لم نولد من هذا، فيما بيدافعون عن بنوتهم الشرعية لإبراهيم. المسيح كان يقصد أنهم أبناء إبليس، وأنهم صاروا بالفعل أولاد زنا وليسوا أبناء إبراهيم. فهنا لما بيرد عليه، بيرد عليه الزنا هنا عبادة الأصنام. هو ده اللي بيقولها. التفسير التطبيقي، ميز الرب يسوع هنا بين البنوة الحقيقية والبنوة بالوراثة. كان رؤساء اليهود أبناء إبراهيم بالوراثة، وإبراهيم هو مؤسس أمة اليهود، ومن ثم ادعوا بأنهم أبناء الله، لكن أعمالهم تبين أنهم أبناء حقيقيون للشيطان، يعني كلام عن الزنا الروحي. تفسير جيل يقول نفس الأمر، أنهم لم يكونوا أبناء عبدة الأوثان، حيث تسمى عبادة الأوثان زنا في الكتاب المقدس. ده اللي بيقوله آدم كلارك. نفس الأمر، الزنا المقصود به هنا بيقولوا له لسنا سلالة لم نولد من زنا، يعني لسنا سلالة مختلطة زائفة، لقد ظلت أصباطنا وعائلتنا متميزة، نحن نسل إبراهيم من زوجته الشرعية سارة، ولسنا عبدة أوثان، لدينا أب واحد هو الله بالمعنى الروحي للآب والابن، نحن لسنا زائفين أي نسلا وثنيا. الزنا مقصود بإيه؟ الوثنية أو عبادة غير عبادة الله الحقيقي. بارنز يقول نفس الأمر، بما أن يسوع أنكر أنهم أبناء إبراهيم، فقد ظنوا أنه قد يقصد أنهم جنس مختلط زائف، فردوا عليه أن نكون أبناء زنا هو تعبير يشير في الكتاب المقدس إلى عبادة الأوثان أو عبادة آلهة أخرى غير الله الحقيقي. ده اللي بيقولوه. كويس. فالأمر، وكتير جدا من المفسرين دول بس جيبهم لكم كأمثلة بسيطة من كثير جدا، فالأمر ليس في أي اتهام زنا جسدي، لا هو اتهمهم ولا هم من اتهمه، بل اليهود بيدافعوا عن نفسهم لما قال لهم أنتوا أبناء إبليس. قالوا له لا، إحنا مش أبناء إبليس، إحنا أبناء الله، مش أبناء زنا، يعني اتبعنا إبليس. بالإضافة يوضح أن الكتاب المقدس بعديه القديم والجديد أكد أن ميلاد المسيح العذري أشعياء 7:14 يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد وتدعو ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، إنجيل متى 1:23 أكد هذا الأمر، تكوين 3:15 أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه، نسلك ونسلها يعني نسل المرأة يعني ابن المرأة فقط. أرمية في 31:22 حتى متى تطوفين أيتها البنت المرتدة، لأن الرب قد خلق شيئا حديثا أنثى تحيط برجل، يعني رجل يولد من أنثى فقط بدون زرع رجل. متى 1:18 أما ولادة يسوع فكانت هكذا، ويقول قصة الحمل المقدس وغيرها كتير جدا. وقدمت سابقا في ملفات كتيرة مفهوم اليهود عن الميلاد المسيح من عذراء وقالوها ومفهمين كان كويس أشعياء بيقول إيه. لكن في زمن المسيح اليهود كانوا عارفين إن هو ابن يوسف النجار اللي كان كاتب كتابه الكتوبيم، الكتوب ده اللي هو فكر كتب الكتاب اللي سرقوه المسلمين من اليهود، ما اخترعهوش رسول الإسلام، حتى دي ما اخترعهاش، عمره ما بيعرف يخترع حاجة، كلها بيسرقها أو يلخبطها. فحتى كتب الكتاب الإسلامي ده مسروق من اليهود، عندهم الكتوبيم، الخطوبة هي كتوب بيكتبوا كتاب، وده اللي أقروا بيه في زمنه وسجلوا إنجيل متى بوضوح. البعض المشككين يقولوا لكم ده ادعوا الادعاء ده بسبب إنجيل متى، لا الكلام ده غلط. إنجيل متى 13:55 يقولوا أليس هذا ابن النجار، فوقتها عارفين أنه ده ابن يوسف النجار ومريم، أليس هذا ابن النجار ده أبوه، وأليس أمه تدعى مريم وأخواته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا. إنجيل لوقا 3:23 لما ابتدى يسوع كان له نحو 30 سنة، وهو على ما كان يظن، ده اللي كانوا فاهمينه، ابن يوسف.
لوقا 4:22، وكان الجمع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعم الخارجة من فمه ويقولون: أليس هذا هو ابن يوسف؟ إنجيل يوحنا 1:45، فيلبس وجد نسنيل وقال له: وجدنا الذي كتب عنه موسى في الأنبياء، في الناموس والأنبياء، يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. يوحنا 6:42، وقالوا: أليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفين بأبيه وأمه؟ فكيف يقول هذا إني نزلت من السماء؟ مع ملاحظة أن العدد في يوحنا 6 ده قبل نقاشه مع اليهود بحاجة بسيطة. فإن كانوا بيتهموا أمه من هذا الزمان زي ما بيدعوا المشككين كذبا، كيف اليهود نفسهم أكتر من مرة يأكدوا أنه هو ابن يوسف النجار، ولا بيلمحوا لا بطريقة قريبة ولا بعيدة أنه هو ابن زنا؟ بالطبع الأعداد دي عمر ما تلاقوا المشككين يشيروا إليها، لأنها تفتح قرآنهم زيادة، إلا أخطأ في الأساطير اللي قالها على موضوع العذراء وهز جزع النخلة والطفل اللي اتكلم في المهد والكلام ده كله، يخفوها تماما لأنها ضدهم، أو ما يعرفوهاش عن جهل. أمر آخر، وهي أن العذراء بعد البشارة مباشرة ذهبت إلى إليصابات قريبتها تخدمها لمدة 3 شهور، ثم قبل ميلاد الرب يسوع المسيح المريم العذراء مع خطيبها اللي كاتب كتابه عليها يوسف النجار راحوا لمدينة أصل يوسف النجار اللي هي بيت لحم اليهودية، تبتعد عن الجليل بسفر تقريبا 5 أيام. بقيت هناك مع يوسف النجار والطفل يسوع بعد الميلاد، وحتى تقديم الرب يسوع المسيح إلى الهيكل، وبعدها قصة المجوس، وبعدها الهروب لمصر، وقضوا هناك فترة زمنية في مصر، ولما رجعوا راحوا للناصرة. فإمتى اليهود اتهموا السيدة العذراء وقت الميلاد؟ فين الكلام ده؟ قولها راحوا لها بيت لحم، ولا قولهم في مصر، ولا فين بالظبط؟ ليه الكذب؟ قرآنكم أخطأ، قولوا قرآنكم أخطأ وقال أساطير ما حصلتش. بيت لحم أصلا ما كانوش يعرفوهم، ده يوسف النجار كان لازم يروح بيت لحم لأنها السبط بتاعه من هناك، سبط يهوذا، فعشان يسجل في الاكتتاب كان لازم يروح بيت لحم. هما ما يعرفوهمش أصلا في بيت لحم، وعشان كده ما عندهمش قرايب، عشان كده ما حدش استضافهم في بيته، دول قعدوا في المزود. مين اللي اتهمهم بالزنا؟ ومعاها جوزها يوسف النجار أصلا وقت الميلاد، واليهود في بيت لحم ما يعرفوهمش، دول كان لازم يروحوا بيت لحم بس علشان هو من سبط يهوذا. فهي قصة تاريخيا أخطأ فيها إله الإسلام وذكر خرافات وأساطير كعادته. هكمل أقوال المفسرين اللي بيقتطعوها المشككين واللي بيستشهدوا بيها، وحقارنها مع اللي قاله المفسرين المسلمين في الجزء الثاني اللي هيكون المرة الجاية إن شاء الرب وعشنا. فالمرة الجاية هناخد كروموزوم واي آدم اللي يثبت آدم أبو البشر علميا، وهناخد مع بعض الجزء الثاني من هل اليهود اتهموا العذراء وقت الميلاد والفيديوهات الكذب اللي بيقولوها المشككين. كالعادة أنا آسف لو أخطأت فعل بقول بتعبير بمعلومة، أنا عارف بعض الإخوة الأحباء المسلمين ممكن يزعلوا مني، بس معلش أنا بقول لكم الحقيقة مش كرها فيكم، صدقوني ده محبة لحضراتكم عشان تفتح عينيكم. ربنا يبارككم ويحافظ عليكم، سامحوني لو حصل أي خطأ، لكن لو حصل فعلا لم يكن عن قصد. ربنا يبارك حضراتكم جميعاً.